دي فقرة بنقدمها كل يوم احد واثنين لحضراتكم، فقط عليك بس انك تتصل بيا من اي تليفون محمول على 1 3 7 او من اي تليفون ارضي على 0900 9900. شبيك لبيك خير بين ايديك، كل المطلوب منك بس انك تقول ايه مشكلتك. بنحاول ان احنا نتواصل مع المسؤولين وبنقول لهم الراجل الطيب ده عنده مشكلة او الست الطيبة دي عندها مشكلة، ايه الحل وتروح فين وتيجي منين. ممكن تبعتوها في رسائل على 9 11 70. خليني اخد اتصال تليفوني. استاذ اشرف من الاقصر، اتفضل يا استاذ اشرف. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اشرف عبد العادل، عادل برع من الاقصر. والله معاك يا استاذ اشرف. والله ايه مشكلتك باختصار؟ معايا جسد محروق وليا فتره سماح، يعني بتكون 8 ايام من تاريخ الحرق. والجسد بتاعي اتحرق يوم 29/4، وجيت من المصنع عامل لي محضر مزور يوم 21/4. نعم. دي فترة السماحة بتاعتي اللي بورد بيها سعر الجسد العادي. نعم. تمام؟ فقدمت للنيابة العامة، فراح أودي المحضر المزور ده ودوه للنيابة العامة عن طريق المحضر المزور، حفظت القضية بتاعتي فجددتها دلوقتي عند سيادة المحامي العام جنائيا. تمام؟ من المحضر المزور. وتوجهت للسيد أحمد أبو دوح. طب التزوير ده اللي حضرتك استاذ اشرف، التزوير اللي حضرتك بتقول الشركه عملته ضيع عليك مكاسب او فلوس او كده؟ ايوه 97,000 على مستوى الحوشه و 250,000 جنيه على مستوى جمعيه ارمنت للاصلاح الزراعي. طب حضرتك عملت ايه ورحت اشتكيت لمين؟ اشتكيت للسيد احمد ابو دوح نائب رئيس مجلس المحاصيل السكريه. واشتكيت للاستاذ صلاح معوض نائب رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. لغاية دلوقتي ما فيش حد، اي واحد فيهم فادني باي حاجة، رغم ان المديرية بتاعت الاقصر بتاعت الاصلاح الزراعي بالاقصر عملت تقرير وافية بتبين ان احنا لينا فترة سماح وان احنا معنا الحق، والتقارير لغاية دلوقتي ما حدش اي واحد من المسؤولين فعلها. ليه؟ طيب استاذ اشرف، مشكلتك استاذ اشرف، مشكلة حضرتك مع مين من المسؤولين علشان نتواصل معاه مباشرة؟ استاذ احمد ابو دوح نائب مجلس المحاصيل السكريه، والاستاذ صلاح معوض المهندس صلاح معوض نائب رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي بالدقي. نائب رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي بايه؟ بالدقي. طيب هنتواصل معاه وان شاء الله يوم السبت هيكون معانا اجابه على تساؤل حضرتك. في أنيسة من الإسكندرية، اتفضلي. أيوه يا سعادة البيه. أنا مش بيه. أيوه سعادة، أرجوك اسمعني والنادي، أنا بترعش مش عارفة أتكلم من الهم اللي أنا فيه. ارحمونا من الضباط بتوع الشرطة، ارحمني من واحد اسمه محمد نبيه الزهراني. لا اديني الواقعة، اديني الواقعة. الواقعة يا حبيبي إن أنا جوزي توفى بقاله سنتين. وانا عندنا ارض، ساب لنا ارض في ديار، والاستاذ والضابط محمد نبيل ده عقيد في المباحث بتاعه طنطا. نعم. ووقف لنا كل حاجه عشان هو قريب اهل جوزي من عيله الشاعر ابراهيم الشاعر. عندنا ارض هناك، وقفلنا مستلمين الارض من المهاجرين، وقفل لنا صبحتجيه. دي ارض زراعيه؟ ارض زراعيه، وقفل لنا 2 صبحتجيه. طب لحظه، ارض زراعيه مكانها فين؟ مكانها في ديار كفر زيات. ايوه ديار كفر زيات. نعم. ارض زراعيه هناك، وموقف لي 2 سيع بشتكي بقالي يجي 6 شهور، ومحمد نبيل الزهراني قريب جوزي. طب حضرتك ليه ما رحتيش قدمتي قابلت مدير امن الاسكندريه بما انك مقيمه في اسكندريه؟ رحت للمدير امن اسكندريه؟ اروح لمدير امن اسكندريه؟ لا احنا معاك. عموما انا خدت شكوى حضرتك وانا اتواصل فيها مع وزاره الداخليه. حاضر. طيب استاذ هشام من القاهره. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ دلوقتي احنا عندنا مشكلة بنعاني منها بقالها 5 أشهر في منطقة فيصل ومنطقة الهرم. اللي هي؟ دي متمثلة قطع المية حضرتك، احنا المية بتجي لنا 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات حضرتك. طب لو سمحت قول لي، طب حاضر حاضر يا أستاذ هشام، قول لي المكان بالظبط فين؟ أصل فيصل ده 8 كيلو. 15 شارع محمد جمال حسن محمد فيصل. حاضر حاضر، يعني ان شاء الله، وارجو حتى من الشباب يكلموا حالا دلوقتي لو يقدروا يشوفوا السيد محافظ الجيزة بس ونجد اجابة سريعة، دي مش محتاجة يوم السبت. حاضر استاذ هشام. سمر من سوهاج، اتفضلي سمر. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك استاذ محمد؟ انا عندي مشكلة جامدة جدا. اتفضلي. انا يا فندم شغالة مدرسة، وكان المفروض ان احنا نستبدل في 1/10/2014. نعم. جاء قرار بعد كده ان احنا ايه، هيتعمل لنا عقد مميز. نعم. احنا بعد 3 سنين نستبدل. طب حضرتك بتشتغلي مدرسة في مدرسة ايه؟ في الثانوية بنين. ثانوية بنين؟ في المنشأة. طب ابعدي التليفون بس عن وشك علشان الزراير. يعني انت مدرسة في ثانوي بنين في فين؟ في سوهاج. مدرسة ايه؟ مدرسة، ما هي اسمها ثانوية بنين بالمنشأة. بمنشأة ايه؟ سوهاج. بمنشأة سوهاج. طيب المفروض يطلع لك قرار انت وزمايلك 1/10/2014 تتثبتي. المشكلة حضرتك ان انا متجوزة في البحيرة، وليا سنه متبهدله رايحه جايه مواصلات ومصاريف، ان انا ايه، ان انا اجي لجوزي حتى اسبوع. نعم. باجي له اجازات. فدلوقتي. نعم. بقى ايه الحل؟ انا هتم حياتي بقى اروح واجي. فالعقد المميز بقى مش بيسمح لنا ان احنا طب طلبك. نعم. طلبك ايه؟ تتنقل للبحيره؟ ارجوك وصل صوتي للسيد الوزير وقدمت شكاوي. لحظه، دي عند وزير التربيه والتعليم؟ حضرتك. طيب لو سمحتي بس سيبي تليفونك في الكنترول. يعني بس خدوا يا شباب التليفون. بس انا سمر بصراحه علشان انقلك البحيره عايز اخد راي جوزك، مش يمكن هو يقول لك خليها عندها في سوهاج، لكن ان شاء الله نتواصل مع السيد وزير التربيه والتعليم. عندي بس شكوى اخيره يا شباب قبل ما ننقل على بقيه الفقرات، قعد حضراتكم ان شاء الله نتواصل في هذه المشكلات ويوم السبت نجيب رد عليها. محمد من المنصورة وسايب رقم تليفونه وبيرجو إجراء عملية في مستشفى القوات المسلحة، ويناشد فيها الفريق صبحي بسماح بإجراء العملية بمستشفى القوات المسلحة، عملية في عينه والكلام. هنتواصل إن شاء الله مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع وهجيب لك رد ان شاء الله، وهسجل الرقم اهو علشان ما يضيعش على الهواء حتى لو خدنا وقت كتير. ودي شكوى جيالي من محمد من المنصورة ومشكلة عينه. هنعرض الشكاوى دي على المسؤولين، ويوم السبت هجيب لكم ردود باذن الله بعد الفاصل او مش فاصل. انا الاسبوع اللي فات من كام يوم خدت كاميرا البرنامج زي كل اسبوع، وقلنا هنروح فين النهارده يا خير؟ يا ترى يا هل ترى؟ ونقعد نتكلم بقى. قلت اخدكم ناحيه اثر اسلامي مسجل عالميا، اثر عالمي، منطقه قايتباي يا اخوانا، قايتباي، مسجد قايتباي، القلعه اللي مبني عليها والقبه دي، لو فتحت اي جنيه مصري عمله الجنيه مش المعدن هتلاقي هذه الصوره. وزاره الاثار بتدعي انها بتعمل معالجة او ترميم لهذا الاثر. تعالوا هوريكم المعالجة بتتم ازاي او هذا الترميم، وتعالوا شوفوا حال هذا الاثر المقام على اكتر من 3 افدنة، وشوفوا اثرنا احوالها وصلت لحد فين، سرقة، قمامة، قول اللي انت عايزه. مش عارف السيد وزير الاثار بينام ازاي، السيد وزير الاوقاف او المسؤولين في وزارة الاوقاف، وايه نوعية التقارير اللي بيرفعوها لرئيس الوزراء او لرئاسة الجمهورية؟ هل بيقولوا له كل حاجة 100%؟ احنا بنقول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الهوا مفيش حاجة اسمها 100% في مسجد قايتباي.
تعالوا نشوفوا الكاميرا عملت ايه. الدول والشعوب الحديثة بتحاول تصنع حضارات من لا شيء، بتدفع علشانها مليارات. احنا بقى اصحاب حضارة عمرها 7000 سنة بنجتهد علشان نهدمها. انا جاي النهاردة اوريكم نموذج لده من خلال اثارنا الاسلامية اللي العالم كله بيحسدنا عليها. تعالوا شوفوا حالها ايه النهاردة. منطقة مثلا زي جبانة صحراء المماليك اللي بتضم عدد من المساجد والقباب النادرة والمتفردة على مستوى العالم، بتحكي حكايات سلاطين دولة المماليك على مدار 800 سنة. تخيل يعني الآثار دي موجودة قبل ما تظهر دول كتير عظمى النهاردة على وش الأرض. عشان كده احنا النهاردة هنا في جبانة صحراء المماليك ومعانا أستاذ الآثار الإسلامية الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب عشان يوضح لنا أهمية المكان اللي احنا واقفين عليه ده ايه، وازاي السادة المسؤولين في الآثار شايفينه مش بالنظر اللي استحقه. احنا دلوقتي واقفين فين يا دكتور محمد؟ احنا واقفين امام مجمع سلطان قايتباي، اعظم سلاطين مصر في العاصمه الملك الفارسي. المنطقه دي كلها اسمها مجمع، المنطقه دي كلها اسمها جبانه المماليك او كانت تعرف بجبانه الخلفاء. نعم، ودي منطقه متفرده على مستوى العالم. على مستوى العالم، على مستوى العالم يعني. نعم. ليه يعني احنا واقفين في مكان عالمي؟ احنا واقفين في مكان يفترض ومسجل وفقا في التراث العالمي مكان عالمي بما يضم من تراث فريد. بيضم ايه؟ بيضم مجموعه من المنشات بنسميها المجمعات الدينيه. ده ظهر بدا يظهر معايا مع العصر المملوك الجركسي. يعني ايه المجمع الديني؟ يعني ليس انت شايفه جامع، ده ليس جامع فقط، وانما ده جامع ومدرسه وسبيل وكتاب وربع وحوض دواب ومقعد وحوج جنائسي. انت امام يعني تنوع توظيفي للخدمه الاجتماعيه. مسجد قايتباي مبني على مساحه قد ايه؟ مبني على مساحه 11000 متر، يعني ما يقرب من ثلاث افدنه. وليس مجرد مسجد. خلي حضرتك المسجد ده في يوم الايام كانت النسب الذهبيه بتاعته بتمثل ال- 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 السما على الجنيه المصري. وصل لحاله النهارده انا بتكلم في ظل وزاره اثار وفي ظل رئيس حكومه. يعني كسب وتكسبت يعني اكبر شركه مقاولات كانت معنيه بالاثار. عايز اقول له بقى لما انتوا تكسبتوا قد كده بالاثار، احنا بقى الاثار اللي انت كنت في يوم من الايام بتشهد اعمال ترميمها. طب هو ايه المكان ده؟ حوض الدواب. الدواب او البهائم بتيجي تشرب فيه. والبني ادمين كانوا يشربوا من السبيل. يعني شفت التوظيف. هو حاليا بيتم ترميم ده؟ هو ده مش ترميم، ده انا برضه انا من دعاه ترميم البشر قبل ترميم الحجر. اذا ما كنتش هرمم البشر اللي هنا واعرفهم قيمه المكان، ما هو شوف البشر متعاملين ازاي. الدوله مش مهتمه بحاجه ابدا كمان، ما فيش دوله اساسا. لا انا ما اقدرش اسميها دي دوله. لو دوله ما كانتش سابت تراثها بهذا الشكل وبدت. لا دي مش دوله، الاثار لوحدها لا تكفي. لكن في وزاره الثقافه عندها منظومه، في محافظه، في محليات، في اوقاف. لما تيجي احنا مش جزء منعزلة، احنا اكثر من جزء منعزلة. لو في تكامل ما بين هذه المؤسسات ما كناش وصلنا لهذه الحالة. من 30 سنة كان ده الصورة المفضلة على الجنيه، على العملة المصرية. النهاردة ما تقدرش تشوفه غير لما تقف تحت منه، زي الهرم بالظبط، نتيجة الايه؟ العشوائيات والتواطؤ. طب فين الدولة بقى؟ عايز اقول لو الدولة اتعاملت بقمع الاعتداء على الاثار زي ما بتتعامل مع قمع اي مظاهرة غير مصالح بيها، هتلاقي النهارده التراث المصري هيحافظ عليه. النهارده هذه المنطقه العالميه اصبحت مهدده بالزوال. وانا بالزوال؟ بالزوال طبعا. نعم. وانا تقدمت من 15 سنه في الاتحاد الاثري العربي للدكتور زاهي حواس، وكان انا موجود في محضر سابق، قلت له انقذ جبانه المماليك. يعني لما تيجي تزور دول اجنبيه تلاقي المواطن حريص على طوبه اثريه مرميه في شارع وعاملين حواليها سور ومزار سياحي. لان المواطن دي ثقافه المواطن بره. لان المواطن تربى على الثقافه، عشان كده بسال بترميم البشر قبل ترميم الحجر او الاثنين رمموا معا. شاف المواطن المصري لو انا جيت للمنطقه دي وبدات اعيد منظومه المنطقه واعين الناس اللي موجوده فيها حراس لهذه المنطقه وافتح محلات تتوافق مع طبيعه النشاط، ها يبقى انا بخلق ايه بقى؟ بخلق نوع من انواع الديمومه او التنميه المستدامه لمنطقه اثريه، بحول منطقه من خرابه لمنطقه تراثيه بتكسب منها واحيي المنطقه. طب المنطقه دي ليه ما دخلتش على المقاصد السياحيه؟ النهارده انت غير امن انك تدخل جروب سياحي في وسط مزبله وتعرفه، لكن السائح جاي من بلده عايز يشوف السلطان قايتباي. فهو بيجي منفردا،
لكن ما تقدرش النهارده وزاره السياحه يعني السلطان قايتباي معروف عند الجبانه دي معروفه اكتر من المصريين، معروفه عند الغرب اكتر من معروفه عند المصريين، اللي اصبحت حي سكني كله عشوائي اسمه ايد بي ومن اصل قايتباي، دي منطقه كلها ونتكلم مسؤول عن مجلس الشعب وهم اللي بيتقدموا بطلبات للمحليات عشان يبنوا عشوائيات عشان يبنوا بيوت. لذلك شوف المبنى ده، شوف المبنى طلع في وسط ايه، في وسط المجموعه بتاعه قايتباي، يعني في وسط المجموعه الانشائيه عادي عادي. مين اللي دخل الرخصه؟ وبرج حمام، ومين اللي دخل له النور، ومين دخل له الميه؟ ده مجلس الشعب اللي انت عارفه اللي احنا بنقول عليه، هي دي القصه، هي دي المنظومه الفاسده اللي وصلت مصر بتراثها الى الحضيض. طب تعالى ندخل طب. ونشوف تعالى ايه بقى، هو يمنع الكاميرات ما يمنعش من ابنين كاش بس ده له التليفون دلوقتي قال لي ما فيش اي تصوير جوه ولا بره مشكله. حبيت ادخل جوه مسجد قايتباي لقيت راجل موظف محترم كده قال لي لا ممنوع التصوير جوه. ليه سعادتك؟ قال لك بنحافظ على الاثر. يعني لا تعليق، محافظ على الاثر ان انا جاي انقل لولاد البلد وللشعب المصري احنا عندنا اثار ايه. فقال لك مجرد دخول الكاميرا او ان حضرتك تدخل وتعلق من جوه عيب كخه، بينما لما هو شاف الزباله دي مش فارق مع الموظف بتاع الاثار او حتى وزير الاثار. يا وزير الاثار الكاميرا لما بتخش بتصور عندك اثر فهي على الاقل بتدي لك قيمه مضافه، بتعرف بيها الشعب البلد فيها ايه. الروتين ده هو اللي مودي البلد دي في ده. كل واحد النهارده بيمنع دخول مسؤول عشان ما يكشفش العور اللي موجود. هو اتعلم وتثقف على ان العور في دخولنا وليس في الاعتداء والزباله، هو شايفين كده. ده مثلا مجمع السلطان الاشرف بريسبي، احد اهم سلاطين المماليك، وطبعا ده شكله بعد ما تحول لمقلب زباله ومقابر للموتى. والسور الاثري ده انهار بعد ما عربيه النظافه خبطته اثناء رفع القمم. اما ده بقى ده مجمع الامير كوركوماس اللي اتبنى في عصر السلطان الغوري. الغريب ان كل هؤلاء السلاطين سابوا اوقاف مخصصه للصرف على اثارهم اللي سابوها ومدارسهم بعد موتهم. فين الاوقاف دي وفلوسها راحت فين؟ وليه مش مخصصه على الاقل لحمايه هذه الاثار؟ طبعا اسئله دون اجابه. بعد ما عملنا العرض التاريخي للمنطقه والمشاكل، خلينا حتى يكون في ايجابيه في هذا التقرير، ان انا عايز تصورك او رؤيه حضرتك للحكومه تعمل ايه 1 2 3 علشان تضع هذا المكان على الخريطه السياحيه المصريه. اول حاجه في هذا الامر لازم تشكل لجنه على مستوى عالي جدا، وانا اقول هذه اللجنه تحت رئاسه السيد رئيس الجمهوريه. نعم. لازم السيد رئيس الجمهوريه يتعامل مع التراث زي ما بيتعامل كده بحماس مع المشروعات القوميه. نعم. اذا ما كانش هيحمي تراث مصر، مصر ما عندهاش النهارده اي مقاومات غير مقاومات التراث بتاعها، اذا فقدتها ما عندناش هذا التراث. نمره 2، وهذه نقطه مهمه جدا، يعني التغيير تام في السيستم التعليمي في مصر. لازم تعليم. اعلم النشء ثقافه الاثر، فبربي نشء على حب الاثر. نمره 3، وده مهم جدا، ان انا ادخل وزير السياحه معايا في هذه المنظومه عشان اعمل تنميه مستدامه للمواقع الاثريه. ما تبقاش الاثار ببص لها كاطلال وبتعامل معاها كاطلال، لا 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 لا، النهارده ما عادش الكلام ده. هويتنا راحت، اقول للمجتمع المصري فوقوا لان تراثكم هتصفوا مش هتلاقوه. تكونوا معايا مع الاثر التاريخي ده اللي هو مسجد قايتباي، كنتوا تشوفوا روعه البنى والعظمه اللي فيه. لكن للاسف وانت بتتفرج وهتكون مبسوط هتتضايق، هتتضايق بسبب الاهمال اللي موجود فيه، بسبب الزباله المنتشره، بسبب حاجات كتيره. خلاص احنا بنضيع اثارنا باصرار غريب جدا، واتغرس عند قطاع كبير جدا من المواطنين ان الاثر ده سبوبه، مش ان انا ارزق منها، لا افكها وابيعها حته حته. تكتشف ان المنبر بتاع مسجد قايتباي كان معمول صدف ونحاس وحاجه جميله، لكن في حراميات دخلوه بيته في الجامع وفكوا الصدف والنحاس عشان يبقوه. دي اصبحت علاقه المواطن المصري
بالأثر التاريخي النهاردة، إزاي أحوله لسبوبة حلوة أكسب منها عيش؟ أعتقد في خلال كام سنة ممكن تختفي كل أثار مصر لو اتعاملنا معاه بالشكل ده، وكل واحد خد له أثر ودور له على بيع عليه. السلام عليكم. ازيك حاج خالد؟ اخبارك ايه؟ انت بتعمل ايه هنا بقى؟ انا نجار عربي حضرتك، بعمل شغل الكراسي والترابيزات واي شغل عربي بعمله يعني. بس انت موجود في مكان ايه يعني مليان اسف زباله وحاجات، مين اللي هيجي يشتري الشغل؟ والله هو كان في الاول في زباين وفي اجانب بتخش. كان في اجانب وزباين بيقول لك هنا؟ ايوه، بعد السرقه اللي حصلت في الجامع دي سرقوا حاجات من الجامع ومنبر وحاجات، المسجد قايتباي سرقوا معظم حاجات فيه فقفلوه، فابتدت ما بقاش في سياحه، ابتدينا احنا زي ما انت شايف حضرتك كده يعني قاعدين في عباره عن كباب يعني. قفل المسجد اثر عليكم؟ اثر عليا. اصحاب ورش؟ ايوه طبعا. بتعملوا شغل كان بيجي سائح ياخد منه؟ ايوه فندم، كان بيجي لنا سياح من جميع الدول. قفل المسجد بقاله قد ايه؟ والله بقاله دلوقتي حوالي عن 3 سنين. طب انت بتاكل عيش منين دلوقتي كده؟ والله على الله بيزا ما انت شايف كده اهو. سلام عليكم. اهلا بيك استاذ سعيد. انت ايه شغال ايه هنا في المكان؟ انا بتاع سجاد وزغرفة ازاز على الحاس. شغلك كان ماشي برضو ووقف ولا كان ماشي الاول؟ طبعا حضرتك من ساعة الثورة اغلبيتنا بيعنا ورشنا، واللي قاعد واللي راح يشتغل باع متجول واللي اشتغل سواق. يا نهار ابيض، ده يعني من اصحاب حرف، من اصحاب حرف الناس منها. الحرفيين اللي في وسط البلد، الناس اللي هم الباع متجولين اللي مش لاقي لهم شغل دول او محتارين فيهم وكده، فيهم ناس ليهم مكتوب عنهم في مجلات وفي اوروبا. احنا نحل المشكله بتاعتكم ازاي؟ انا عندي عمال مهره وصنايعيه واسطوات، الحال بيهم اتدحدر في الثلاث سنين اللي فاتوا زي ما اتدحدر بحاجات كتيره في مصر، وقدامنا اثر مقفول نقدر نوظفه. طلباتكم ايه؟ يعني عاوزين بس الاماكن دي مدامها مخصصه للحشرات والكلاب والحشرات والحاجات دي تخصص لينا احنا نقعد فيها، احنا مش مصر، ما احنا مش هنأثر على ويتفتح. لما يتفتح هيجي لك سايح تاني؟ هيجي سايح هيتفرج على ورش، مش هيتفرج على بازار، هيتفرج على ورش التصنيع. نعم. واحنا كتصنيعنا ما فيناش مكان خراطه، ما فيناش حاجه مؤثره، كل حاجات. انا بضم صوتي لصوتكم وبطالب او بناشد وزير الاوقاف ووزير الاثار انه يهتم بالمشكله دي اللي اشتكى لي بيها اكتر من صاحب ورشه هنا. نفتح مسجد قايتباي مقفول ليه؟ وترجع السياحه ليه تاني؟ والناس دي ترزق بدل ما قطع عيشها وبدل الخراب اللي هم فيه، وياخدوا كشاك او محلات وقننها. ما بقولكش سيبها على المفتوح كده، بس المهم ناخد خطوه. 3 سنين قايتباي مقفول ومفيش سياحه، والناس دي بتسرح وباعوا باع عجائلين، وتقول البطاله بتجيلنا منين؟ ما تيجوا تقفوا هنا مع الناس وتشوفوا مشاكلهم دي. لكل مسؤول عن هذه الآثار، ده جزء بسيط من الإهمال لتاريخنا اللي العالم كله بيجي مصر ويدفع لنا فلوس علشان يشوفه. المصيبة ان احنا في الاخر بنبكي ونسأل ليه ما في السياحة. تعالوا يا مسؤولين شوفوا اقدم مجمع اثري اسلامي في مصر حصل له ايه، وانتوا تعرفوا جزء كبير من السياحة وقف ليه.